شو هي العلمانية؟ العلمانية كمصطلح بيعني فصل المؤسسات الدينية عن السلطة السياسية بالبلد، ولما نربط العلمانية بالدولة بينضاف للمعنى السابق عدم قيام الحكومة أو الدولة بإجبار أي حدا على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين بالزور، سواء كان هذا الشيء بشكل مباشر أو غير مباشر. وكمان بتعني إنه ما في دين معين كدين رسمي للدولة، رغم إنه الدولة ممكن تستوحي تشريعاتها من دين معين، مثل ما رح نشوف بالأمثلة يلي رح نذكرها. في بعض الدول يلي بتنص دساتيرها صراحة على هويتها العلمانية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند وكندا. وفي دول تانية ما في أي إشارة للعلمانية بدساتيرها، بس كمان بالمقابل ما حطت دين محدد للدولة، ونصت قوانين على المساواة بين جميع المواطنين وعدم تفضيل دين محدد، وهي بالتالي تعتبر دول علمانية كمان. وفي كمان دول بتنص دساتيرها على دين معين للدولة، مثل مصر واليونان، بس دساتيرها بالمقابل بتحوي المبادئ العلمانية العامة، مثل المساواة بين جميع مواطنيها وكفالة الحريات العامة، مع تقييد لهي الحريات بيختلف حسب الدولة. وببلد مثل مالطا يلي هي دولة مانها علمانية لأنه في دين رسمي للدولة واللي هو المسيحية الكاثوليكية، ولهيك بيعتبر الإجهاض محرم بقوة القانون مراعاة للعقائد الكاثوليكية. بس بالمقابل نسب تقييد الحريات العامة بمالطا هو أقل بكتير من دول تانية مثل مصر يلي بتعتبر الشريعة الإسلامية هو المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي في قيود بتخص بناء دور عبادة غير إسلامية، إلى جانب تشريع تعدد الزوجات وغيرها من القضايا المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية. المثال المصري بينطبق على عدد كبير من الدول، وهذا الشيء دفع بعض الباحثين ليعملوا تعديلات ليوضحوا هالمصطلح أكثر، فبدلوا الدولة العلمانية بالدولة المدنية، واقترحوا مصطلح ثالث يلي هو دولة مدنية بمرجعية دينية. وفي كتيرين عارضوا هالفكرة لأنه بتفرغ مبادئ المساواة والحريات العامة من مضمونها وبتحصرها بقالب معين، يعني دولة دينية بس بإطار مدني. وفي جدل حوالين دول كتير مصنفة على أنها علمانية بس في عندها تباين بالالتزام بفصل الدين عن الدولة. فعلى سبيل المثال جدول العطل الرسمية بفرنسا مقتبس بغالبيته من الأعياد الكاثوليكية، وكمان الدولة بتقدم جزء من أموال دافعي الضرائب لتمويل المدارس الدينية. وبالهند يلي هي كمان دولة علمانية بتقدم الدولة سنوياً إعانات للحجاج المسلمين. أما أستراليا وهي دولة علمانية كمان، فحكومتها بتدعم الصلاة المسيحية بالمدارس الحكومية وبتمول المدارس الدينية كمان مثل فرنسا. يعني مفهوم العلمانية بالتنفيذ عم يقتصر على عدم تقييد أي حرية دينية أو ممارسة للشعائر الدينية أو تمييز بين معتنقي مختلف الأديان بمناصب الدولة والحياة العامة، وهي تعتبر من المبادئ المشتركة بين جميع الدول المصنفة كعلمانية. وهيك منشوف إنه العلمانية ما أنا ضد الدين أو رجال الدين، وإنما هي ضد تقييد الحريات الدينية أو إعطاء امتيازات خاصة لدين محدد، رغم إنه هالشي عم يصير في استثناءات بعدة دول علمانية. ومفهوم العلمانية لما بيتعلق بالدولة بيتقاطع كتير مع مفهوم الدولة المدنية.